حيث نظم العشرات من راكبي الدراجات الهوائية في عمان مسيرة احتجاج للمطالبة بمزيد من إجراءات السلامة والأمان خلال تواجدهم في شوارع العاصمة. وجاءت هذه الوقفة بالتزامن مع الذكرى الأولى لحادثة السير التي أودت بحياة راكب شاب يبلغ من العمر 29 عاما. واستغل أصحاب الدراجات ومستخدميها هذه الذكرى لتجديد المطالبة بتخصيص أماكن خاصة أثناء تنقلاتهم في الأزقة والشوارع، فضلا عن ضرورة استحصال المزيد من الحقوق القانونية لحماية الرياضيين والسائقين على الطريق كحال بقية أقرانهم.